بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. النهاردة حلقة من سلسلة حلقات اتعودنا دايما بعد نهاية كل موسم إن احنا نحتفل ونستضيف أبطالنا. احنا برنامج الأبطال، فوضع طبيعي جدا إن يبقى ضيوفنا أبطال. وأبطال النادي الأهلي الحقيقة حدث ولا حرج، ودايما يعني فخورين بيهم في كل مكان، لأن هم دايما بيكونوا نواة منتخباتنا القومية اللي الحقيقة بيأدوا أداء كبير جدا. أي منتخب في مصر لو حقق نتيجة، بتكلم على الألعاب الجماعية وبعض طبعا مش كل الألعاب، لأن النادي الأهلي فيه 13 لعبة بيحتضنها، ولكن في ألعاب تانية ما بيحتضنهاش النادي الأهلي، ولكن اللي بيحتضنه من النادي الأهلي لما بيحصل إنجازات مع منتخب القومي بيكون أكيد النادي الأهلي ليه يعني ضلع كبير جدا فيها. فأبطالنا النهاردة الحقيقة هم أبطال من نوع خاص. هذه اللعبة إحنا كنا من 4 أو 5 سنوات كنا متأخرين فيها كتير، كنا ناخد ثالث ناخد رابع، لو خدنا تاني الحقيقة بتبقى إنجاز. أنا بتكلم على مستوى الدوري العام. إحنا لينا فيها تاريخ ولكن على المدى القريب يعني تخلينا عن بعض المراكز المتقدمة أو المراكز المتقدمة لبعض السنوات. النادي الأهلي من حوالي 4 سنوات مجلس الإدارة طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وطبعا يعني معالي الوزير الله يرحمه نائب طبعا الكابتن محمود الخطيب كان ليه دور كبير، طبعا كل المجلس الحقيقه سعوا بشكل كبير ان هم يرجعوا اللعبه دي تاني بولاد النادي، مش منصات التتويج بقى، لا بنتكلم على البطولات. اللعبه دي السنه دي نجحوا ان هم يحصلوا على الدوري والكاس يعني بدون منازع. سافت خدوا الدوري، وكان السنه دي حصولهم على الدوري البطوله الاكبر، ولكن كان السنه دي حصولهم على الدوري مهم جدا عشان ياكدوا ان هم فرقه تستحق الفوز. ممكن تاخد دوري سنه وتغيب عنك البطولات 3 4 سنوات، ولكن ان انت تاخدها سنتين ورا بعض بتؤكد وبتنفي اي يعني ادعاءات ان الفرقه دي خدتها بالصدفه. مثلا لعبتنا النهارده هي الووتر بولو او كره الماء. الووتر بولو هي كره يد، ولكن بتتلعب طبعا في حمام السباحه زي ما حضراتكم عارفين، زي كرة اليد بالظبط، ومراكزها مشابهة كتير لكرة اليد، ولكن هي أعنف بكثير من كرة اليد. الحاجة التانية أنت طول الوقت أنت عايم على وش المية في زق وضرب وسرعات، فلعبة عنيفة وصعبة جدا. أبطالنا النهاردة نجح إن هم ياخدوا الدوري والكأس زي ما قلت لحضراتكم، وأيضا بطولة الجمهورية لكرة الماء الشاطئية. الحقيقة أنا ما عنديش معلومات كتير عن كرة الماء الشاطئية دي، معروف إن هي كده من اسمها بتتلعب في البحر يعني واضح جدا، ولكن عايز اعرف يعني البطوله دي تم استحداثها من امتى؟ اول مره اسمعها يعني السنه دي ان احنا خدناها. اتلعبت امتى؟ بيشارك فيها مين؟ هل هي ليها مشاركات دوليه ولا لا؟ اللعبه دي الحقيقه والنشاط ده من اللعبه دي زي كره الطايره الشاطئيه، زي 3 اون 3 في الباسكت، بيبقى دايما كده الاتحادات الكبيره عملت العاب تروح بيها بره شويه النمطيه. 3 على 3 في الباسكت، كره الفولي بول الشاطئيه، ودي لعبه اولمبيه، و3 على 3 لعبه اولمبيه برضه في كره السله. النهارده عايزين نعرف ايه كره الماء الشاطئيه، خلينا نعرف مع حضراتكم كمان لما استضيف ضيوفي واحتفل بيهم. طيب النهارده الووتر بولو سنتين، والنهارده بياخد الدوري والكاس. في مين المنافسين؟ المنافسين عندنا نادي هليوبلس صاحب تاريخ كبير جدا، والحقيقه انا كنت اوقات كتيره بقعد في نادي هليوبلس، وكان بيبقى ليا يعني اصدقاء بنتزاور وبنروح نادي هليوبلس بشكل مستمر. تمرين الووتر بولو في نادي هليوبلس كل النادي بيقعد يتفرج عليه، يعني من الالعاب المشهوره واللي ليها يعني ليها خلفية كبيرة جوه الجمعية العمومية، وليها ظهير كبير جوه الجمعية العمومية. فهليوبلس من الأندية الكبيرة في الووتر بولو. عندك نادي الجزيرة شرحه، تروح هناك تلاقي كل النادي وكل طبعا القامات في نادي الجزيرة وخلافه لازم يكونوا عدوا على الووتر بولو، يا إما لعبوا يا إما بيقعدوا يا إما عادتهم هناك يا إما. فالووتر بولو في الناديين دول الحقيقة، وكان زمان نادي الزمالك، نادي الزمالك كان فيه فرقة ووتر بولو قوية جدا وكان بينافس، ولكن هو بعد فترة كبيرة. ولكن النادي الاهلي النهارده بقى استطاع انه يفوز على الجزيره ويفوز على هليوبلس باريحيه. اكبر دليل هو فوز فريق كره الماء في كاس مصر النهائي على هليوبلس 10-7 بنتيجه مريحه يعني. فالنهارده كل الكلام ده بيروح في الاتجاه اللي احنا بنقول عليه، اللي هو ايه؟ ان مجلس الاداره بيدعم هذه الفرق والالعاب الجماعيه بشكل متساوي. مش النهارده عشان راس مجلس الاداره طبعا الاسطوره الكبير كابتن محمود الخطيب، ويعني الحقيقه معشوق الملايين، ولكن النهارده هو كان لعيب كوره واسطوره كبيره مش بس في مصر بل في العالم كله في كره القدم. النهارده هو المجلس وعلى راسه كابتن محمود الخطيب بيهتم بالالعاب الجماعيه بنفس الشكل.
شفنا كابتن خالد العوضي النهارده لما بيتكلم عن كره اليد والناس بتتكلم مستر ديفيد مشي، لا قاعد، لا هينهي التعاقد بالتراضي لانه جاي له دينامو بوخارست. النهارده كابتن خالد العوضي طلع امبارح وطمن الكل، قال لهم، وكابتن الضماطي طبعا الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النهارده قال لك هيبقى تدعيم كره اليد اقوى كمان من الاول. فالنهارده بيديك اريحيه وبيديك طمانينه كجمهور النادي الاهلي على الفرقه. كره السله النهارده عندها هزه، عندها هزه، بس مجلس اداره دارس كل ده وشايف، والنشاط الرياضي دارسين كل ده وبيحللوا اسبابه عشان السنه الجايه ما تبقاش موجوده. كره الطائره رجعت على الطريق السليم خلاص الحمد لله، رجال وسيدات. النهارده دايما النادي الاهلي بيشوف المشكله فين او الازمه فين، وطبعا بيسارع كمسؤولين عشان يعالجوا الخطا ده او يعالجوا الهزه دي او يدعموا الفريق بشكل كبير. انت بتلعب رياضه، والرياضه عباره عن كيرفات طالع نازل، فلما الكيرف يبقى طالع لازم تدعم، كيرف يبتدي ينزل لازم تدعم وبقوه كمان عشان الكيرف ما ينزلش بهذا الفريق. الحقيقه كده ده الانترو الحقيقه كنت عايز اشارك حضراتكم فيه، ولكن في نقطه مهمه وهي اخر بطوله في الموسم، وهي بطوله كره السله السوبر، كره السله ما بين الاهلي والاتحاد، اول مباراه يوم الجمعه ان شاء الله، وهنقلها لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي. هم خمس مباريات، جمعه حد ثلاث خميس سبت، يوم فاصل بين كل مباراه. النادي الاهلي ان شاء الله هيستطلع المباريات يوم الجمعه. في قرار يعني الحقيقه مهم وانتظره حتى جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الاتحاد، غريبه يعني دايما بتلاقي في جمهور او في نادي بيميل لحكام اجانب عن نادي، ولكن الغريبه لما تلاقي انديه مصر كلها عايزه حكام اجانب يبقى اكيد عندنا مشكله. لازم يكون عندنا مشكله، مش بس جمهور النادي الاهلي اللي بيطالب بحكام اجانب، لا ده جمهور الاتحاد. والنهارده لو الفرقه الصغيره، انا بقول لكم بقى انتوا بتتكلموا على مستوى الدرجه الاولى والتحكيم كده، انا عايز اقول لكم يا جماعه اتفرجوا على التحكيم في فرق الناشئين في كره السله، اتفرجوا. يعني النهارده انت بتشوف الدرجه الاولى والجمهور مش عاجبه، ودي صفوه الصفوه، صفوه الحكام اللي بتحكم في الدرجه الاولى. حدث ولا حرج واتمتع بقى في ماتشات الناشئين. يعني بص، يعني انا بشفق على الحكام بصراحه، انا بشفق على الحكام لان هو ما تجهزش، يعني الحكم ما تمش اعداده بشكل جيد عشان يبقى على درجه اللاعبين، ولكن التحكيم في المناطق والتحكيم في بطولات الجمهوريه للناشئين، اتفرج هتشوف حاجات انت ما شفتهاش في كره السله، هتتبسط قوي. فالنهارده هتلاقي الحكام الاجانب اللي جايين، عندك ثلاث حكام جايين نار نار. طب الاتحاد المصري بيجيبهم ازاي؟ الاتحاد المصري بيبعت الاتحاد الدولي بيطلب منه الاستعانه بحكام، الاتحاد الدولي بيبعت له اسامي ثلاث حكام، بيجيب له ليفل 1. الحكام اللي جايين يا جماعه ليفل 1 على مستوى العالم كله. فالنهارده جمهور الاهلي اطمن اطمن اطمن، الثلاث حكام اللي جايين هيحكموا مباريات السوبر لكره السله حكام على، انا بس لولا ان انا مش عايز اخد وقت الضيوف كنت قلت لحضراتكم تاريخ والسي في بتاع كل حاكم، ولكن الحكام دي محكم منها من حكم قبل نهائي كاس عالم، وحكم مباريات قويه جدا المانيا وامريكا مثلا في كاس العالم، ماتش كان ضرب نار وفازت فيه المانيا على فكره مش امريكا، المانيا وامريكا كان ماتش ضرب نار حكموا احد الحكام دول. فالنهارده انت عندك مجموعه جايه، فاطمنوا يا جماعه ان شاء الله الحته اللي احنا بنقلق منها دايما وانا شخصيا بقلق منها الحكام ان شاء الله ده مش موجود. يتبقى رجوله من اللعيبه، 12 راجل في الملعب ان شاء الله، دفاع نار، اداء رجولي لصالح جماهيرنا بهذه البطوله تكون ويكون ختامها مسك بالنسبه للالعاب الجماعيه. كده الحقيقه دي المواضيع المهمه اللي كنت عايز اشارك حضراتكم فيها في الانترو. خليني اطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان بعد الفاصل ابتدي استضيف ضيوفي ابطال الووتر بولو سواء من الجهاز الفني او من اللاعبين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني يمكن قبل ما اروح لضيوفي الووتر بولو وارحب بالضيوف، ارحب بضيف الاول الحقيقه خضنا كلنا وخض كل جمهور النادي الاهلي الحقيقه، واحنا اتكلمنا عنه في احد الحلقات، لاعب الفريق عمر غنيم. فجأة واحنا قاعدين يعني بالليل كده على السوشيال ميديا لقينا كل فرقة الووتر بول، احنا يعني مع بعض على السوشيال ميديا يعني كلنا، فلقينا ادعوا لعمر. عمر عمل حادثة جامدة جدا في طريق العالمين، الكلام ده تقريبا كان من سنة عمر سنة تقريبا، وقلنا يعني ادعوا لعمر. عمر في حال شهر 7 بالظبط اللي فات، يلا 11 شهر وادعوا لعمر. انا قلت يا رب هو في ايه، بدأت اتصل بمجموعة وابعت لهم مسجات، قالوا ده عمل حادثة على طريق العالمين وفي غيبوبة وفي العناية المركزة، وادعوا له حالته حرجة جدا. طبعا كلنا اتخضينا عليه، كل صفحات النادي الأهلي كتبت عنه ونتمنى له الشفاء. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمه وعدى الأزمة دي وقعد ثلاث أسابيع في العناية المركزة، وبعد كده خرج مش فاكر أي حاجة طبعا من الحادثة، دخل في سلسلة عمليات كتيرة جدا جدا، وطبعا كان عنده نزيف في بطنه ونزيف في المخ، قصة كبيرة جدا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات كل جماهير النادي الأهلي عدى المرحلة الحرجة
وعايز اقول لكم خبر حلو كمان، ورجع تاني الحمام السباحه وبدا يعوم، ومش كده بس، وشارك في بعض المباريات. رايح لفورمته تاني، لان هو لعيب منتخب مصر ورايح لفورمته تاني، فالحمد لله ربنا نجاه. وطبعا بساله بقول له طب ايه اللي حصل؟ قال لي انا نمت. فطبعا خلينا نشوف الموضوع ده وهو سايق. برحب بيك عمر، ازيك يا حبيبي؟ عمر جنيم، والف الحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك، ربنا. برحب طبعا بنجم الفريق واحد اللاعبين المهمين محمد فؤاد. ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا، منورنا، والف مبروك على الدوري والكاس و الله يبارك حضرتك طبعا الوتربول، منورنا يا حبيبي. الله يبارك حضرتك. برحب طبعا بعبد الرحمن فوزي، منورني ضيف العزيز. عبد الرحمن فوزي منورني دايما ومبروك يا حبيبي. الله يبارك حضرتك. برحب بادهم صقر، منورني ادهم، والف مليون مبروك. بس الله اكبر، يعني ما شاء الله وحوش قاعدين معايا في الاستوديو. الله كبرنا. الله اكبر، يعني الموضوع بقى جميل. الف مبروك عليكم عمر. يمكن الحمد لله طمنا عليك، الدنيا دلوقتي كويسه؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني بتعاني من حاجه؟ هل ليه اثار للعمليه؟ لا الحمد لله، في تحسن كبير قوي طبعا، يعني بكرم ربنا ودعاء الناس صراحه ربنا كرمني الحمد لله. بس فطبعا في ناس كتير قوي وقفت جنبي الفتره دي، هو ده السبب يعني. الحمد لله انا قمت بعد ربنا طبعا. بس الحمد لله دينا هو رجعنا تاني ان بروجريس يعني، وان شاء الله السيزون الجاي خضتنا خضه كبيره عليك يا ابني والله. بس انا عايز اقول لك انا النهارده سعيد جدا، انا اول واحد سالت عليه والله النهارده ان انت موجود معانا ولا لا. بس الحمد لله اطمنت عليك، والف الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. نيجي للسنه دي بقى، السنه دي كانت صعبه ليه من وجهه نظرك؟ كواحد شارك في السنتين، ليه السنه دي كانت صعبه بالنسبه لكم؟ هو احنا السنه دي كان الدوري اصعب من الكاس انا بالنسبه لي بكتير، عشان هو الدوري كان لسه في بدايه السيزون، كان في لعيبه كتيره قوي مصابه، كان انت واحد منهم. انا كنت واحد منهم، ومازن قاسم كان برضو مصاب، في كتير، في لعيبه كتير ما شاركوش من بدايه الدوري. بس طبعا الحمد لله بقيه الفرقه يعني قاموا باكتر من دورهم بكتير يعني طبعا. وحققنا المكسب. بس فهو يعني هي دي العقبه اللي كانت بتختلف السنه دي من السنه اللي فاتت. طيب هل تاكيد فوزنا بالدوري ده مهم؟ يعني النهارده ممكن الناس تقول ايه، او الناس تقول لك ده خدوا الدوري مره صدفه. احنا بالنسبه لنا كانت اهم حاجه، اهم من ان احنا نكسب، ان اسم ان احنا ما يبقاش اخدناه صدفه، يعني احنا الحفاظ على اللقب ده اهم حاجه بالنسبه لنا. اهم ما تاخده اول مره. هو ده التارجت اصلا اللي احنا حاطينه، احنا كلنا بنتمرن، احنا كل يوم في التمرين، احنا عايزين نحافظ على اللي احنا عملناه، ومش سنتين ثلاثه، احنا عايزين نقعد كده، عشان احنا الصراحه كان بقالنا فتره كبيره كنا بعيد عن المكسب في الدوري والكاس، كنا بنكسب الكاس بس ما كناش بناخد الدوري بس. فاحنا ده التارجت بتاعنا الفتره اللي جايه، ان احنا نكتسح كل البطولات، يعني دوري، كاس، شاطئيه، اي حاجه ان شاء الله. ان شاء الله ما نمشي احنا سيئين تاني. انا مش هنام، مش هسوق تاني. مش هسوق تاني احسن. انا كعمر مش هسوق تاني، خلاص بطلت سوق. لا ربنا ينجيك، سوق يا عم ما يهمكش، وربنا ينجيك. وقت اجي لك، الموسم ده كان صعب ليكم. كابتن وليد كان معايا في رمضان، وكنا احتفلنا مع مجموعه منكم، وعدنا انه الكاس لينا برضو، ولكن الكاس نهائي برضو مع هليوبلس، فرقه مش ضعيفه، فرقه بطل، فرقه قويه جدا، وتخلص النتيجه 10-7. فاذا احنا بنتكلم على تميز وقوه، تثبيت ان انت تقدر. هل يعني توافق عمر في ان احنا نقدر 5 سنين جايين نحافظ على الانجاز ده؟ ان شاء الله. بس ده بيطالبنا يعني بكل موسم احنا لازم نركز اكتر من الموسم اللي قبله، لان تقريبا يعني لازم الفرق كلها بتلم نفسها، ان احنا كسبناهم فهم عايزين يلموا نفسهم، يجيبوا ناس من بره، فكل موسم بيبقى صعب اكتر من اللي قبله بكتير. صحيح، لان الفرق بتبقى رمت نفسها خلاص. طيب انتوا بتتمرنوا عدد ساعات كتيره جدا، وبيطالب منكم ان انتوا ما فيش يوم يجلي منكم التمرين، ده ما بيجيش يخليكم تحسوا في وقت من الاوقات بالاحباط؟ لانه خلي بالك انتوا ممكن تقعدوا 3 4 شهور تمرين بس، يعني عندكم الفترات المتباعده ما عندكوش ماتشات كتير قد ما التمارين كتير. ده ممكن يقتل في اي لعيب شغفه انه يلعب، او ان هو يبقى محافظ على مستواه. بتتغلبوا على ده ازاي؟ بنتغلب على ده ان احنا دايما حاطين قدامنا هدف واحد، ان احنا في الاخر عارفين ان احنا دلوقتي لما بنضحي بكل حاجه احنا بنعملها في حياتنا، ان احنا في الاخر يوم ما بنكسب كل ده بنرميه ورا ظهرنا، ان احنا خلاص احنا ده هدفنا، فلازم عشان نوصل له نتعب، لان احنا ما تعبناش مش هنوصل للهدف ده. يعني افهم من كلامك ان انت دايما بتجددوا الهدف بتاعك، ودايما بتحطوا الهدف قدامكم عشان ما يحصلش ملل. بالظبط. طب انت على المستوى الشخصي السنه دي كانت عامله ازاي معاك؟ ايه اللي انت اديته؟ ايه اللي لعبته؟ ايه احسن مباراه عملتها؟ هل انت راضي عن نفسك الموسم ده، ولا عندك لسه كمان تقدمه؟ هو احنا يعني لو كل واحد قال ان احنا خلاص كده، كل واحد راضي عن نفسه، احنا كده من قدام مش هنعمل حاجه. احنا كلنا كل فرقه بتفكر دايما في قدام، ان احنا نكون احسن واحسن، عشان دايما الفرقه كلها بتبقى بتجمد. نعم. فاحنا لازم برضو نجمد اكتر عشان نفضل نكسب. انت مركزك ايه يا فؤاد؟ وينج وهاف. وينج وهاف. انت بتلعب يعني لو بلغه كره اليد انت بتلعب خط خلف، يعني اللي هو يعني ده بيسموه كده في كره اليد، ولكن دول مركزين مهمين جدا.
ومحتاجين يعني انت اغلب الدفاعات بتبقى في عليك قويه، بتبقى المركزين دول محتاجين شغل كبير جدا. ايه الجديد عندنا في المراكز دي؟ ايه اللي احنا عملناه جديد السنه دي في المراكز اللي خاصه المؤثره؟ هل لعبنا جبنا لعيبه جديده؟ هل احنا اشتغلنا على نفسنا، طورنا من ادائنا في المراكز دي؟ ولا احنا مختلفين شويه عن الهاندبول في حته ان الهاف والوينج دول يعني الهاف والوينج دول بيبقوا يعني في فيز الاتاكينج اكتر من الديفنس. جميل، حلو يعني جدا. هم طب اشرح لي، لا انا عايزك تشرح لي كتير يا فؤاد زي ما عمر قال لي كده، ايه الفرق بينها وبين كره اليد؟ ان احنا يعني الوينج والهاف دول يعني بالذات انا بلعب على الغلط اللي هو بيبقى ناحيه اليمين. تمام. فده احنا عندنا كام لعيب هاف؟ بيكون اثنين لعيبه ولا واحد هاف؟ لا واحد على الصح واحد على الغلط. واحد وينج غلط واحد وينج صح. طب حلو جدا. احنا انت بتلعب بتقول لي ناحيه اليمين شويه الغلط، وطيب والوينج برضو بتلعب ناحيه اليمين ولا بتلعب ناحيه الشمال؟ ناحيه واحده. انت عشان بتلعب بايدك اليمين ولا عشان بتلعب بايدك الشمال؟ لا هو المفروض المركز اللي انا بلعب فيه ده بيلعبوا فيه بايدك الشمال. يعني انت بتلعب بايدك الشمال انت؟ لا انا بلعب ايمن، انا ايمن عادي، لكن المفروض المركز ده اللي بيلعب فيه بايده الشمال. طب ايه اللي خلاك وانت بتلعب بايدك اليمين تلعب الناحيه دي؟ ان دي رؤيه المدير الفني اكيد. بس يعني بيكون دايما ان اللعيب اللي بيلعب هنا بيكون رؤيته حلوه في الملعب، فاغلب الوقت بيعرف يبص كويس، بيشوف الناس الفاضيه اكتر وقت اكتر من الناحيه الثانيه. يعني حتى لو بتلعب بايدك اللي هي الاوتسايد هاند اللي هي الايد اليمين بالظبط، فانت برضو الحمد لله متفوق في الحته دي. طيب ايه الجديد اللي عملناه في الشغل الفني؟ ايه الشغل الفني السنه دي فرق معانا غير السنوات اللي قبل كده؟ هل احنا بقينا اسرع اقوى، اتمرنا يعني ضمينا لعيبه جديد؟ ايه اللي حصل عندنا في الاماكن دي؟ احنا بالنسبه للتمرين احنا يعني كنا بنتمرن يعني 4-5 ساعات في اليوم عادي وصبح وبالليل، فهو ده النتيجه بتاعته يعني. واكيد جبنا برضو احمد ربيع من الجزيره واشقر، كان معايا في رمضان، اشقر من الزمالك برضو اكيد فرقوا معانا جامد قوي في السيزون ده بالذات. وان احنا برضو كنا حاطين هدف قدامنا ان احنا لازم السيزون ده نكسب عشان السيزون اللي فات ما يتقالش ان هو كان صدفه. الله ينور عليك. وده على فكره وده برضو كان حاطط عليها ضغط اكتر ان احنا لازم يعني نعلم مستوانا 100% عشان نثبت للناس فعلا ان احنا ما خدناش صدفه، ما بقاش في مجال الخطا. بالظبط، صحيح. طب عبد الرحمن اجي لك، يعني انت احنا قعدنا مع بعض من سنه وقعدنا برضو من قبل السنه على فكره يعني كتير احنا انت كنت معايا لما خدنا الكاس، بس كنت معايا لما خدنا دوري وكاس، ومعايا النهارده احنا بناخد 3 بطولات. ايه البروجريس، ايه اللي حصل في الوقت اللي الفرقه الثانيه برضو مش ساكته، ما هي بتطور من نفسها؟ ايه اللي عمل معانا الطفره دي؟ هو اللي فارق معانا ان احنا من يعني قبل ما انا اجي الاهلي بكاس سنه، الاهلي كان مركز على قطاع الناشئين. برافو. بس فهو كان فاحنا عندنا معظم الفرقه السن بتاعها الصغير، فده اللي مخلي شاب من الاخر فيها صحه. برافو. فبتتكلم الاهلي قعد سنتين او ثلاثه كان بيخسر بس بيبني. بس بعد كده احنا الحمد لله احنا دلوقتي اكبر فرقه عندها حوالي 3 فرق، يعني فرقتين السكور بيبقى 14-13 لعيب وجونين. نعم. يبقى في فرقتين وفرقه كمان بره السكور جاهزه، فده اللي مخلينا متفوقين على اي فرقه ثانيه. ان احنا عندنا عدد ما شاء الله، عندنا سكواد تقيل والمتوسط الاعمار صغير. بالظبط، ده اللي فارق معانا كبير. بالظبط، وخدوا خبرات على قد مستواهم الصغير من الناس برده، لان في كذا عنصر كبير فبيبتدي ينقل الخبره بتاعته للصغير. صحيح. فدي الحاجه اللي مخلينا فارقين عن الناس الثانيه بكتير قوي. طيب دايما بيكون في مشكله للفرقه لما تقعد 3-4 سنين توصل فاينل وتخسر، وده اللي كان بيحصل معانا. كنا بنوصل فاينل ونخسر، بالذات الدوري نوصل فاينل ونخسر، بيبقى في مشكله نفسيه وبيبقى عندك رهبه من الفاينلز، ودي وضع طبيعي كلنا مرينا بده حتى واحنا صغيرين وبتاع، بيجي عليك سنتين ثلاثه ما تتوفقش في الفاينل فتلاقي يحصل عندك مشكله. عليكوا ده ازاي؟ ازاي الجهاز الفني عالج الرهبه دي او الخوف من الفاينل؟ او احنا المجموعه اللي بتكسب الحمد لله بقى لها سنتين، المشكله ان هي برده بتتحاسب على حاجه ما عملتهاش. يعني هو بيقولوا اخر 20 سنه 3 دوري بس. صحيح. هو احنا انا عندي 24 سنه ما كنتش بضيع دوري، عندي 4 سنين يعني واحنا بدانا نلعب مع بعض بقى لنا 3 سنين كنادي. احنا بدانا زي ما بقول لك التوليفه بتاعت الفرقه دي بدأها مع بعض 3 سنين. اول سنه خسرنا الفاينل بتاع الدوري، بعد كده بدانا نبني تاني من اول وجديد، اللعيبه ابتدت تاخد على بعضها اكتر، يعني الفرقه اخذت على بعضها اكتر، والتيم بوندنج بره التمرين بيقوي العلاقه بين الفرقه، فده بيخليه احسن في المايه احسن بكتير. طبعا عبد الرحمن، وجهه نظرك النادي دعمنا ازاي؟ النادي دعمكم ازاي؟ النادي الاهلي وقف جنب الووتر بولو ازاي؟ ايه الجديد اللي اتعمل لكم في 3 4 سنين اللي فاتوا؟ طلعنا معسكر تركيا ما شاء الله. تمام. ده فرق معانا جدا السنه اللي فاتت. لا اللي قبليها. اللي قبليها. تمام. اللي قبليها. وجاب لنا طبعا مدرب احمال محترم كابتن بلال.
يعني ما فيش حاجه النادي بيحتاجها والتغذيه. لا كده كده المدير الفني كابتن وليد عزت يعني بيبقى في كمان خبير موجود، مش بيبقى في خبير كمان ولا في خبير اجنبي بس قطاع الناشئين بس لما بنحتاج يعني حد بيحتاج ان هو ياخد رايه في حاجه او كده بيبقى موجود، انما هو القطاع الناشئين اكتر. بس لكن جه يعني من الناحيه البدنيه جابوا لنا كابتن بلال، كابتن محمد حسنين ناحيه التغذيه كويس. فيعني احنا قبل الماتش بيوم يعني بيبقى كاتب لنا نظام الاكل عندنا ايه وكل حاجه، فهو مفيش حاجه كانت يعني الرياضه محتاجاها هم ما وفروهاش الصراحه. بس طيب على مستوى بقى المنافسات من الفرقه الثانيه، مين ابرز المنافسين؟ يعني لو قلنا السنه دي كان مين؟ هليوبلس. هليوبلس السنه اللي فاتت جزيره. جزيره يعني اختلف اهو المنافس. ممكن السنه دي الدوري كان الجزيره، يعني احنا الدوري كسبنا الفاينل من الجزيره. وزي ما عمر قال احنا الاول كان عندنا ناس مصابه كتير، فده اللي خسرنا اول ماتش. احنا خسرنا ماتش واحد بس في الدوري، هو ماتش الجزيره ده عشان كان عندنا غيابات كتير، بعد كده ما خسرناش ولا ماتش. الله اكبر. احنا الدوري كان جزيره. الكاس كان احنا كانوا مجموعتين، كان عندنا ماتش تقيل في المجموعات كان الجزيره بس كسبناهم 15-9. الله اكبر الحمد لله. بعد كده كان عندنا سيمي فاينل الشمس، بعد كده هليوبلس. الشمس فاكر كسبناها قد ايه؟ لا تقريبا فرق 6-7. فرق كتير. هو كان ماتش هليوبلس 10-7 ده اللي كنت قريته عنكم. احنا كنا فارقين في الاول، بعد كده ابتدوا يرجعوا تاني. بس بعدين كابتن وليد ده ظبط التعامل. كابتن وليد الخبير الاجنبي. بالظبط. ده خبير الاجنبي قام بمهامه معاكم وخلص ظبط لكم الدنيا. بس فركبنا بعد كده. لما كان برضه ليا الشرف ان انا فطرت معاكم في رمضان اللي فات، الفطار اللي على حمام السباحه ده، وشفت ازاي يعني شفت كابتن وائل وكابتن وليد، وشفت ازاي الروح اللي بتبقى حلوه يوم الفطار ده. عالم حاجه جميله جدا على حمام السباحه. لكن ما عرفتش تاكل. لا ما عرفتش اكل. انا والله مش الاكل كتير قوي وما عرفتش اكل، وقمت وقال لسه في اكل. هي الروح اهم حاجه. الله ينور عليك. احنا مش هدف الاكل، احنا بناكل طول رمضان. صح. الله ينور عليك. ادهم اجي لك. ازيك يا ادهم الاول؟ كله تمام الحمد لله. قول لي بقى الموسم ده كان عامل ايه؟ خلينا انا خلاص اطمنت على الفرقه من الكلام. انت بالنسبه لك على مستوى الشخصي كلمني بقى على الموسم ليك كان ماشي ازاي؟ عملت ايه في الدوري قبل الدوري في البري سيزون؟ عملت ايه في الدوري؟ عملت ايه في الكاس؟ هو كان الدوري كان طويل شويه، السيزون كان طويل، فتره التمرين فتره الاعداد كانت طويله. بداتوا من كام لكام الاعداد؟ يعني هو مثلا الدوري كان امتى بدا؟ لا احنا بدانا اعداد من 7-7. احنا بقالنا سنه بنتمرن، يعني داخلين في سنه بجد التمرين ما وقفناش. دي كان تقريبا اصعب حاجه بصراحه بالنسبه لنا. يعني كنت وانا بقول له نفس الكلام، يعني انت تتحدى نفسك او فتره التمرين طويله دي ان انت ما تفصلش في النص، فدي طبعا بتحتاج ان انت الفرقه تبقى برده كلها متداخله مع بعضها، لما حد بيقع التاني بيقومه. فالدنيا هي عشان كده الدنيا اتلمت الحمد لله، عرفنا ان احنا نعدي فتره الاعداد دي بنجاح. طب انت يعني. انت هل حصل معاك الموسم ده حاجه بعد الشر اتصبت؟ لا كان في المانيا، كان عنده فتره والله كان عنده في الجامعه في المانيا. انت شكل الالماني بس كنت بتعمل في المانيا؟ لا كان مسمينه الالماني اصلا. بالظبط. يعني انت اخترت البلد الصح. ايوه الحمد لله عشان شكل الالماني. طب قول شكل الالماني وتدي انجليزي شويه بس ايه اللي خلاك يعني تروح المانيا؟ رحت المانيا ليه؟ عشان تبع الجامعه، يعني كنت رحت قعدت عشت هناك 5 شهور. يعني خدت ترم فتره اعداد. هو رجع لنا من المانيا في فتره اعداد يعني فظيعه. لا ما انا شايف الكلام ده. لا بجد مش تريقه. بص ما تشتغلنيش اصل انا بص انا عارف اللي بيحصل على الهوا بينكم وبعض. يعني خدت عليه كتير. بس فاتت اتمرنت في المانيا. الحمد لله. كنت بتمرن فين؟ كنت في فريق كده اسمه FCN، كان فريق برضو مش من اقوى انديه هناك، بس فريق قوي. يعني كان في برلين ولا فين؟ في برلين. برلين. اتمرنت معاهم، لعبت معاهم ماتشات ولا لا ما كانش ينفع العب طبعا معاهم ماتشات عشان كنت مسجل في الاهلي. قالوا لي هل في امكانيه ان انت تقعد؟ بس انا طبعا كان لازم ارجع، يعني عشان انا كنت قاعد هناك 5 شهور وراجع. انت في سنه كام في الجامعه؟ لا انا خلصت. انت خدت الترم الاخراني. بالظبط. في انت جي يو سي صح؟ بالزبط. عشان كده رحت هناك خدت ترم بدل ما تاخده في مصر خدته هناك. استفدت من التجربه دي؟ طيب بصراحه يعني اكتر من التعليم هي علمتني برده العيشه بره، وانا اشتغلت برده في كذا حاجه صغيره هناك بره. لازم كله بيشتغل. في الفتره الصغيره دي فيعني علمتني حاجات كتير بصراحه. يعني طب قول لي برده معلش، انت خايش تجربه حلوه، خليني اكلمك. ليه الناس لما الشباب بيطلع بره ممكن تلاقي شاب في الجامعه وقاعد كاشير على 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 محل، او تلاقيه مثلا بيشتغل في مطعم وما بيتكسفش خالص وما بيتضايقش وما بيزعلش، بالعكس بيشتغل وبيأدي وبياخد فلوس وبيصرف على نفسه. ليه احنا كده مش في مصر؟ ليه في مصر ده بيشتغل كده بره تقريبا؟ ايه المشكله؟ وزعت جرايد بره تقريبا كان هو بالعجله. برافو. وبياخد في الساعه مثلا 8 يورو 10 يورو مثل. ويجمع له في اليوم 100 يورو ويصرف بيها ويعيش ملك هناك وبتاع. طب ليه احنا لما نروح هناك بنعيش بالفكر ده؟
عشان الجرايد عندنا مش زي الجرايد. بقول لك على حاجه كويسه، بيع هنا جرايد الماني، ايه رايك؟ لو حد عارف يقراها تمام. بس برافو عليك، يعني استفدت. اه الحمد لله استفدت من الجرايد الالماني. كان بيشتغل بيعمل فتنس بالصبح عجله ويوزع جرايد وبالليل بقى جوره ميه. طب ما فيش دراسه؟ لا مش فاضي، مش فاضي بقى الكلام. بس كانت تجربه كويسه. اه الحمد لله رجع بقى بفتره اعداد كويسه. اه الصراحه رجعت فايق وكده ومتمرن معاهم. طب يفرق الوتر بول انت اتمرنت مع فرقه برضو يعني فرق كبير بيننا وبين تمرينهم ولا؟ بص هو الفكره كلها بتبقى في الفتنس اكتر، هم فيزيكلي اقوى مننا يعني واسرع وبدنيا جاهزين عننا اكتر بكتير، فهي دي اكتر حاجه بتبقى فرق يعني. طب ليه؟ هل هم متاسسين صح غيرنا ولا بيدوا وقت للفتنس اكتر؟ هم طبعا هناك برضو مدين الرياضه وقت اكتر من ما احنا مدينا هنا في مصر، وفي نفس الوقت برضو هم متاسسين من زمان بطريقه مختلفه عننا، فبتلاقي حتى اجسامهم والفتنس بتاعهم اعلى مننا بكتير يعني. بس استفدت من التجربه دي؟ ها؟ اه لا طبعا هي أكيد. ما كانتش في الاصل رياضه قد ما هي دراسه، بس انت مزجتها بالرياضه ومزجتها بالشغل. فاكيد استفدت جامد. طب بدات تتكلم الماني كويس بطلاقه يعني؟ صفر صفر. لا طب قول كده يعني هو بيعرف يعني اديني حته كده بس. قول الف مبروك الماني كده. الف مبروك. مبروك والله ما اعرفش. ما تعرفش كنت في المانيا بتعمل ايه؟ طيب من ورا الباب على طول. طب يعني معلش يعني طب خمس شهور اي حاجه اديني اي حاجه يا جدع الماني. طيب هو عليكم حتى جوت مورجن اي حاجه. اي رجال قال لك اي حاجه هو عارفها. اه هو انت قلت اتكلم الماني. هو الراجل هو خرج حتى بالحادثه بيتكلم الماني. طب لا بس تجربه كويسه ويعني والله اكبر يعني شباب زي الفل. طيب يعني اخد من واحد واحد سريعا كده قبل الفقره امنياته للسنه الجديده. احنا كنا بنقول الكلام ده من سنه وانتوا قلتوا لي وعدتوني ان انتوا هتاخدوا دوري وكاس وحصل. طب ناخد واحد واحد ونشوف اماليه ايه وطموحاته ايه السنه الجايه سواء شخصيه او للفرقه. ابتدي معاك يا فؤاد. ان احنا ان شاء الله نعمل نفس اللي احنا عملناه زي السنه دي، وان شاء الله ان احنا متارجتين ان اي بطوله ايا كان اسمها هتتعمل السنه الجايه ان شاء الله هناخدها ان شاء الله. طب على المستوى الشخصي بقى؟ على مستوى الشخصي يعني انا بالنسبه لي ما بفكرش في حاجه شخصيه قوي. بالنسبه لي بفكر في الفرقه اهم حاجه يعني. انا بالنسبه لي طول ما الفرقه ناجحه انا ناجح. الله ينور عليك يا فؤاد. اجابه يعني بصراحه 100 100. ربنا يبارك لك رب. ان شاء الله ربنا يكرمك سواء على مستوى الشخصي او مستوى الفرقه. عمر اجي لك تتمنى ايه؟ يعني هو زي ما ميدو قال نكتسح كل البطولات، والصراحه مش السيزون اللي جاي بس يعني الكذا سيزون بقى اللي جايين خمس ست سنين فعلا ان شاء الله يحصل. انا بقى اتمنى لك ان ربنا ما يكتبش عليك ان شاء الله اي حاجه وحشه تاني يا ابني، وتبقى دايما يعني تنورني في الاستوديو ودايما اشوفك بصحه يا رب. يا رب ربنا يخلي حضرتك. طب اجي لك عبد الرحمن بقول لي ايه امنياتك؟ والله على مستوى الفرقه والشخصي كمان. اول حاجه بس عايزين نشكر الناس اللي هي وقفت جماعه. احب اشكر اهلي الصراحه. ربنا يخليهم. اخويا الصغير اكتر حاجه هو يساعدني على طول. ربنا يخليهم. اصحابي وكل الناس. اهدافنا هو نفس هدفنا من سنه فاتت اللي هو نفضل مكتسحين. احنا الحمد لله عرفنا المكسب بيجي ازاي. الله ينور عليك. فمحتاجين ان احنا نفضل مكملين عليه خمس ست سنين قدام خلاص. يعني احنا شايف ان هي الفرقه دي عامله توليفه كويسه وبتعرف تكسب ازاي وعرفت الطريق خلاص ان شاء الله يحصل باذن الله. الله ادهم غير بقى ان انت تتعلم الماني ده موضوع تاني. قول لي بقى انت نفسك في ايه تحققه يا ادهم؟ بصراحه هو يعني هي مفيش حاجه تختلف عن اللي هم قالوه. انا عايز اكمل فتره طويله ان شاء الله مع الفرقه دي ونفضل بنكسب احنا الجيل ده والجيل اللي بعدينا نفضل نكسب حبه حلوين يعني نفضل مكملين على نفس النقط ان شاء الله. ان شاء الله تقدر باذن الله وتتالقوا كلكم واشوفكم يعني اعمده منتخب مصر. ادهم انا بشكرك نورتيني وشرفتني. عبد الرحمن نورتيني وشرفتني. طبعا عمر نورتيني وشرفتني. فؤاد نورتيني وشرفتني. بشكركم الحقيقه واتمنى لكم كل التوفيق. اعزائي المشاهدين زي ما حضراتكم شايفين فريق يعني الحمد لله رب العالمين اعمار صغيره فريق يعني زي ما بيقولوا ياكل الحديد. يا رب يا رب يحفظهم من الاصابات. نطلع لفاصل ومكملين هنستقبل مجموعه من اللاعبين. اللاعبين ايه؟ مجموعه من النجوم والابطال ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما سمعنا في النصف الاول من الحلقه ان الفرقه مرت بمشاكل كتير يمكن كان ابرزهم اصابه عمر مثلا، وفي اصابات تانية كانت مع الفريق ولكن اصابات كانت غريبه جدا يعني اصابات يعني الواحد في عمره الرياضي يعني ما شافهاش كتير. مازن قاسم احد اللاعبين المميزين في الفريق واللاعبين الاساسيين، وفجاه في بدايه الموسم حس بشويه وجع في صدره. انتوا عارفين دايما الووتر بولو او الميه معروفين عندهم مناعه قويه وعندهم دايما يعني ما شاء الله بيبقوا دايما هيلثي. مازن حس بمشكله راح كشف في المستشفى. كان معاه كمان اسامه يعني زميله في الفرقه راحوا بيكشف قال لك انا تعبان شويه. راح المستشفى بيكشف قالوا له لا ده انت عندك ضمور في الرئه. متخيلين الكلمه تخض اي حد ولازم تعمل عمليه بكره. وعادك واستمرارك بدون عمليه خطر على حياتك وحصل. اللي عايز اقول لكم ان قد ايه
مازن يعني تحدى الظروف والحمد لله رب العالمين. الجميل زي ما عمر قام بالسلامه ورجع يلعب تاني، ولكن برضو مازن مر بظروف صعبه ونجح انه يتخطى ده ويتعالج ويبقى يتغلب ويعمل هيلنج للرئه وترجع تاني لطبيعتها ويلعب كده ويلعب ويتالق كمان يعني ما شاء الله. وده دايما انا بحب الروح دي. انا في البدايه طبعا برحب بمازن قاسم، برحب بيك يا مازن اول واحد، لان انت تستحق التحيه وتستحق الاجلال يعني، لان انت من الناس اللي تحدت اصابه صعبه. منورني ربنا يخليك. برحب كمان يعني الحقيقه باحمد فؤاد نجم الفريق وضيف الدائم. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن ومبروك. خليك. الله يبارك في حضرتك. وقعدت انت كنت مصاب برضه، كنت متجوز؟ بتتجوز؟ كنت بتجوز. كانت اصابه ثانيه. اصابه ثانيه يعني كنت بتتجوز اثناء الموسم ولا قبله؟ يعني في نص الموسم. فدي لا هي مش اصابه، بس هي بيبقى في دربكه في النص كده، نقله حياه ودنيا ثانيه وبتاع يعني، فتعتبر برضه يعني هزه يعني. بس الجواز يعني احنا ما بنغلطش فيه. لا لا يعني زي الفل 10 بس كده. الله ينور. انت كده ماشي 100 100. برحب طبعا بضيف العزيز محمد اسامه، طبعا صاحب الدم الخفيف والطله الحلوه. الله يخليك. برحب طبعا بضيف الجديد اللي اول مره يشرفني، قلت لك هتبقى زبوني. ايوه صح ان شاء الله. منورني وشرفني. ده ربنا يخليك. مفيش زيه. طب نبتدي بيه بقى. مفيش زيه. نبتدي نسأله. ابو حميد، ايه السنه دي لماذا السنه دي من وجهه نظرك؟ ايه اللي خلاه، ايه اللي عملناه السنه دي ميزنا كفرقه؟ احنا يعني زي ما اللي قبلنا قالوا، احنا سكواد يعني ثلاث فرق ويمكن اكتر، لعيبه كتير، اللي بيطلع وبينزل مكانه حد بيبقى نفس البرفورمانس، فدي حاجه يعني بتدينا في المايه يعني ثقل وتقل قدام الناس التانية، ان احنا يعني اللي بيخرج وبينزل مكانه واحد بينزل مكانه نفس الاداء تقريبا، فدي حاجه كويسه يعني. فكان بيبقى فيه روتيشن كتير، بيبقى فيه تغيير كتير، وفي نفس الوقت البرفورمانس بتاعنا زي ما هو، فعشان كده دي حاجه اضافت لنا كتير. وغير كده كمان احنا كنا بنتمرن جامد يعني، احنا طول السيزون ما بنوقفش تمرين خالص يعني. فبالظبط الموضوع في حد ذاته مجهد. انت بتقول لي سنه انا تعبت. يعني الناس بتقول لي سنه بتمرن انا نهكت لوحدي كده وتعبت يعني. الله يكون في عونكم. لا مده كبيره للتمرين طبعا يعني. ف ولو مش هتعملوا ده وتحملوا ده اذا كنتوا حابين وعندكم هدف. اكيد الاثنين. اكيد لا هو يعني عامه يعني هي الرياضه دي اي حد هيلعبها عشان بيحبها مش اكتر يعني. طب انت النهارده في لعيبه تقول لك انا ما العبش في فرقه فيها السكواد ده، اخاف انا ممكن العب ماتش وماتش لا. انا بكلمك بكلمه. لا اكيد. يعني واحد يقول لك لا يا عم انا اروح نادي الجزيره، اروح نادي هليوبليس، اروح نادي من الانديه، العب باخد وقتي يعني. واخد بالك؟ شايف النهارده انت كلاعب وجودك مع سكواد زي ده، انت كشريف يعني النهارده كوجودك في فرقه زي دي، حاجه كويسه ولا وحشه من وجهه نظرك؟ وعلى فكره انا بحترم يعني. حاجه كويسه جدا طبعا. يعني هي اولا هي بتضيف لي كتير ان انا ابقى يعني بلعب مع الكم الكبير ده من اللعيبه، واللعيبه كلهم عندهم خبره، اللعيبه كلهم كويسين، وكانوا في الناشئين جامدين جدا وفهموني برده جامدين جدا، فدي حاجه يعني بتضيف لي انا كلاعب يعني طبعا انا العب جنب الناس زي دي يعني. وتبقى مع الجيل اللي بيكسب ده. بالظبط طبعا. انت مواليد كام يا شريف؟ انا مواليد 99. ما شاء الله يعني لسه صغير ده، انت لسه الله اكبر. عزك انا الله اكبر. انت لسه قدامك حبه حلوين يعني. يعني ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ما كانش في اصابات الموسم ده الحمد لله؟ لا يعني كان في بس يعني. ايه بقى قول لي؟ يعني كان كتفي اتخلع، بس هو كان في اخر الموسم اللي فات. احنا خدنا عين بقى. يا جماعه اللي بسمعك. خلع في الكتف. خلع في الكتف اللي بتلعب بيه؟ خلع كلي. لا ده كان الكتف الثاني. الكتف الاولاني ده عملت عمليه فيه وانا 18 سنه، فده خلاص يعني خلصنا منه يعني. خلصنا منه بالعمليه. يعني كتفك الثاني. الثاني بقى. يا نهار ابيض. وركبت ثلاث خطاطيف. هو يعني اسمي كده يعني انا كتفي اتخلع بس. طب هل احتاج اللي خلوه كابتن الفرقه عمل ابسط ترجع يخش معايا؟ هو خلعه له؟ هتهولي. ايوه هو جاي، هو جاي، هو داخل بعدين على طول. هتقولي على بس اكيد مش قصدي يعني اكيد. لا هو قصده. طب حلو خلاص هو قصده بقى. بيعمل حاجات كده. هنهدي النفوس قصده. بص يا ابني احنا جينا نهدي نفوس. خلي بالك انا شايف انه يطلع قدامي على الهوا كده ونتكلم يعني. كابتن وليد خلي بالك هيسمع الكلام ده يقول لك ده كابتن لسه بيوزن الفرقه. ايوه يعني احنا بنهدي النفوس برضه. مش هسيب حضرتك. اوعى تنسى ابو خلاله كده. لا طبعا اكيد زمايل في الاول والاخر. طيب عملت عمليه؟ عملت عمليه ركبت ثلاث خطاطيف. عشان تثبت عشان اثبت كتفي. طب هل فعلا لما المقوله اللي بتقول لو كتف اتخلع مره بتخلع بعد كده على طول يعني لازم تعمله عمليه؟ والله على حسب يعني، بس انا في حالتي دي عشان انا ركبت ثلاث خطاطيف هو بس الموضوع محتاج عنايه دائمه. لا مش بتكلم ان هو العمليه بتثبت بيتخلع تاني. لا بيتخلع تاني لو ما عملتش عمليه. لا ده كده كده. في حالات على حسب الحاله برضو. يعني في حالات انا حالتي كان خلاص يعني انا الغضروف عندي كان مقطوع تماما. فانا حركه غلط كان ممكن تخلعه من غير حاجه، من غير رياضه اصلا يعني، من غير ما العب حاجه يعني.
لا فكان لازم لا ده حاجه بسيطه كده ماشي كده. طب قعدت في العلاج الطبيعي والقصه دي قد ايه؟ قعدت تقريبا 9 شهور 8 شهور. كتف عضله كتف مفصل صعب بالظبط عشان الخلفي والجانبي وبعدين احنا بنحتاجه كتير في رياضتنا بس الحمد لله انه مش في الكتف اللي انت بتلعب بيه. لا الحمد لله يعني. لا ربنا يكرمك ربنا يخلي حضرتك ما شاء الله النهارده الترابيزه كلها اصابات يعني الله لا ده اصابات بس يعني ربنا يا رب يحفظكم يا رب ربنا يخلي حضرتك في صحه يعني. اسامه اجي لك يعني السنه دي غير السنه اللي فاتت. السنه دي كنا محتاجين نكسب عشان ناكد ان احنا ابطال عن جد مش صدفه وده كان اكتر ما يقرب كابتن وليد بس ده كان قصاده ضغوط. تعاملتوا مع الضغوط ازاي دي ان انتوا قدرتوا تثبتوا ده بدون شد عصبي ما انت ممكن تبقى قلقان تخسر. تعاملتوا مع ده ازاي؟ بص على السنه دي كانت مختلفه لان انت السنه اللي فاتت كسبت واحنا كنا لسه بنبني فرقه في شباب صغار كتير احنا معدل الاعمار عندنا انت عارف يعني صغير جدا فالسنه دي كانت مختلفه. احنا ماشيين بسيستم يعني سيستم كان هو بتاع السنه اللي فاتت مفيش تغيرات كتيره نفس الناس نفس كل حاجه فالسيستم ده ساعدنا السنه دي ان احنا نقدر نتعامل مع الضغوط دي يعني الضغوط كانت بالنسبه لنا عادي اللي هو خلاص احنا اصلا متعودين ولعبنا 3 بطولات المده كانت طويله قوي سنه ومع الحياه كمان الدنيا بتبقى صعبه ان احنا نقدر ونيجي والشغل والدراسه واللي عنده واللي عنده وكان في اصابات يعني الترابيزه كلها بايظه الحمد لله بعد الشر جمهور في الرئه حادثه عربيه على طريق العالمين وعينيه مركزه لا ده خدتوا عين غير طبيعيه يا جماعه. بس هو اللي بيميز الفرقه دي على فكره ان احنا كلنا ايد واحده يعني احنا كلنا اخوات يعني زي ما حضرتك سالت احمد شريف انت ايه اللي ممكن ما يخليكش تمشي من النادي او كده اللعبه عندنا مختلفه شويه ان احنا يعني احنا خلينا 4 كده نعرف بعض مثلا بقى لنا 13 سنه الله اكبر فاحنا متربيين مع بعض احنا اصلا حتى احنا يمكن ده اللي بيميزنا عن الفرق الثانيه ان احنا بنخرج مع بعض بنسافر مع بعض بنعمل كل حاجه فاحنا عيله احنا عيله يعني حاجه نفكر فيها الملعب بالزبط. بس احنا عندنا علاقات اقوى كتير من الملعب وبنساعد بعض يعني طبعا احنا بنساعد بعض خلي بالك لو حد مثلا في يوم مثلا مستواه مش كويس حد بيساعد الثاني بيكلمه ويقول له ده محتاجين نتمرن بنلم الناس الصغيره الشباب الصغير فهي الفرقه كلها احنا الاربعه برضو اكتر شويه بس احنا داخلين على الهوا مع بعض مختلفين بعض صح اكتر نجد صوت زي الفل عشان سامع هناك عشان بعد كده ما تصدقش بقى بعد كده بس فلا يعني كله فعلا ايد واحده فعلا عيله يعني زي ما اقول لك كده احنا عيله واحده فعشان كده الموضوع حتى الدنيا لذيذه الدنيا في التمرين. انت قلت لي حاجه حلوه جدا قبل الفقره ان انت كنت مع مازن في المستشفى احكي لي طب اللي حصل ده الموضوع ده لا احكي لي بقى عشان نبين الروح لان انا هروح لحته ثانيه بس بعد ما تحكي القصه. انا اليوم ده بالصدفه يعني انا كنت ولا ما غبتش ولا يوم من التمرين اليوم ده ما اعرفش تقريبا كان عندي حاجه كان عندي ظروف ما روحتش فبكلم مازن اللي هو على الساعه 11 عشان هو كان تعبان بقاله حبه 11 بالليل ولا الصبح 11 بالليل حلو هو كان تعبان بقاله فتره فانا كان اللي هو كان تعبان كان صدره وجعه فاكرين عنده برد وبتاع بياخد ادويه وكده فقلنا يعني دور برد ومريح وابتدى بس كل شويه بالظبط فاحنا فاكرين ان هو حاجه عاديه فروحنا فبكلمه بالصدفه بقول له يا مازن انت فين؟ قال انا في المستشفى. قلت له طب استنى انا انزل لك. كان المستشفى بعيد عن البيت ولا لا قريب من البيت يعني حلو يعني انت ما خدتش وقت اول مره بالظبط رحت على طول المهم لقيت مازن قلب الدنيا في المستشفى هو دلوقتي باين ان هو كيوت ولا لذيذ طب قلب الدنيا كان بيعمل ايه مثلا؟ لا طبعا قلب الدنيا عايز يمشي هم هم كده الوتر بول اول ما يفكروا في التكسير والضرب فهو عايز وخناقات صح كده ربنا يمشي في المستشفى فانا رايح انا شايفه عادي فعمال اقول للناس بتوع المستشفى طب يا جماعه مشوه عادي يجي الصبح عادي مفيش حاجه زي الفل فكلمت مامته هدي كانت مامته دكتوره فبكلم مامته فقالت لي هو مازن هو مش عارف هو عايز ايه مامته طبعا بقى منهاره كانت مسافره فبتقول لي هو مازن هو مش عارف هو عنده ايه هو لازم يقعد معاه وبيته في المستشفى فانا مامته بتقول لي كده فانا سمعت المكالمه دي اتخضيت بقى قعدت بقى مازن واحده واحده واجيب له بقى من يمين شمال ايه يا مازن ايه وهبات معاك وبتاع فاهم ايه صدمه اقنعناه طلع بقى ان ايه الرئه انفجرت فالموضوع طلع كبير وان الرئه دي مش عارف لو اتحركت سنه مازن لا قدر الله يتوفى فاسترها معاك يا رب طب انا رجعك كتب لك عمر جديد طيب انت النهارده لما انت كصاحبه هل لما عرفت الحاله هو كان عارفها ولا انت اللي عرفت بس هو ما كانش عارف حاجه؟ لا هو احنا يعني مش بص احنا مش فاهمين يعني برضه احنا مش دكاتره فمش فاهمين قوي فهو كان احنا ما كناش فاهمين حاجه بصراحه كنا فاكرين ان هو حاجه عاديه والمستشفى يعني زي ايه بتأفور شويه يعني او كده طب عمل عمليه تاني يوم على طول تاني يوم كان قاعد في عمليات وقعد حبه قعد فتره اصلا كنا بنروح نبات معاه كل يوم يعني تقريبا شهر في المستشفى او اكتر هم اللي عاشوا معانا الدور الاول اصلا عشان كان لسه عشان بقول لك الدور الاول كان عندنا حادثه وجواز وكانش في لعيب كتف وجواز كانت الدنيا كانت الفرقه كانت فاضيه يعني قنبله اتضربت في الفرقه يعني بس يا لا اللي كان موجود بصراحه يعني فاهم برضو عشان احنا تقريبا 20 واحد ال 20 كلهم زي بعض طب قبل ما اروح لفؤاد ومازن النهارده ساعات لما بيكون في المركز اكتر من لاعب
خليني اتكلم معاك بكل امانه بتعمل منافسه طبعا وده طبيعي طبعا المنافسه دي ممكن توديك لحته ان انت يبقى في منافسه وغيره هل ده موجود في فرقتنا خالص يعني ممكن في بعض المراكز استاذ مش قادر تقول بس لا المركز بتاعي لا وفي غيره حميده بس في غيره نفس مركز غيره انا انا وفؤاد وعبد الرحمن هارون هو الثالث وما جاش النهارده وجه معانا المره اللي فاتت مؤخرين لا يعني احنا اخوات يعني وبعدين احنا اصلا يعني مش عارف اقول لك ان احنا بنتنافس مين ينزل يعني هو مين ينزل يعني برضو المكان اللي احنا فيه برضو متعب يا ابني انت النهارده الطلعه دي بتاعتك بالظبط اه ففي بينك روح حلوه طبعا خلي بالك دي لو مش موجوده مع السكواد ده مفيش حد قادر يسيطر على السكواد ده صح. اسمع مني لما عندك فرقتين زي ما الكباتن قالوا وما تقدرش يبقى الروح دي موجوده لو مين لو 10 زي كابتن وليد والله ومع احترامنا ليه طبعا بس لو النفوس كانت في بعض هيبقى لازم السكواد يقلل هو ده بقى دور الناس الكبير ايوه انتوا مسهلين الدنيا ككبار وكصغارين خلينا اروح بقى طبعا لفؤاد فؤاد انت طبعا النهارده في وسط الموسم كان عندك يعني تغير في الحياه ان انت النهارده كنت بيت باباك ومامتك ليك مواعيد اكلك شربك فجاه ارتبطت فجاه اتجوزت نقلت البيت تاني اي لعيب بيحصل له هزه نومتك بتتغير نظام اكلك حتى بيتغير نظام حياتك بيتغير اتغلبت على ده ازاي بحيث انه ما ياثرش على الملعب والله يعني هو بعد ما الواحد خلاص اتجوز وكده الموضوع بقى اسهل شويه لان الدنيا بقت منظمه اكتر لان خلاص يعني انت معاك حد يعتبر مركز معاك انت دلوقتي اللي هو انت في اكل في ميعاد ولسه برضه في اول فتره فالدنيا بتبقى يعني يعتبر احسن ايه فتره بقى ده بتاع كلام بتاع تهديد اه متهدد انا متهدد النهارده ماشي انا معاك بس هو يعني واحنا كنا كذا حد برضه بيتجوز يعني كان في فياض وعبد الستار كنت قلت لي ان شاء الله حسن جاي فكنا احنا كذا حد بيتجوز فيعني لا يعني انا شايف ان الموضوع بقى احسن الواحد بقى بينزل في ميعاد الحاجات دي كلها انا بس كانت مشكلتي ان انا بعدت عن النادي شويه فالمشوار كان انت سكنت فين بقى بعد ما اتجوزت في 6 اكتوبر 6 اكتوبر ما مش بعيد قوي يعني يعني هو ايه قريب من الاستوديو بس بعيد عن الاستوديو ممكن اجيبها لا بس ما انت ممكن تطلع على طول بس انا بحسبها يعني ايه من الاستوديو بس انا يا اما ننقل بقى التمرين هنا يا اما ايه يبقى انت تديل البقى ساكن يعني بس اللي كابتن وليد اهو يعني شويه زي بقى اهلي زي شويه يحصل ان شاء الله طبعا في حمام سباحه طيب الموسم بقى كان صعب ازاي يعني الكباتن قالوا انه ان احنا ناكد فوزنا ده رقم واحد رقم اثنين انه كان عندنا اصابات كثيره جدا رقم ثلاثة ان النهارده انت كل الفرق بتقوي نفسها قصادك ما انت توصل القمه بيبقى سهل بتلاقي طيار في وشك بقى شديد لان الكل عايز يكسب الاهلي، الاهلي البطل يبقى لازم اوقع الاهلي، مش الاهلي كاهلي، الاهلي كبطل. الاهلي كبطل طبعا. طيب ده يعني شايف السنه دي دي كانت الصعوبه، طب السنه الجايه ما هيبقى نفس الصعوبه موجوده. واحنا السنه دي كان عندنا تحدي ان احنا كنا نحافظ على مكسب السيزون اللي فات. فاحنا كنا يعني اخذنا دوري وكاس في السنه اللي فاتت فنزلنا السنه دي بدانا ببطوله البيتش ووتر بولو والحمد لله كسبناها. بعد كده دخلنا في الدوري فكان التارجت بتاعنا ان احنا ناخد يعني اتنين ايه دوري ورا بعض ده كان هيبقى يعني تارجت طبعا مهم جدا لينا صحيح والحمد لله يعني ربنا وفقنا وكرمنا وقدرنا نعمل كده وختمنا سيزون بالكاس تاني فاحنا كده معانا كل الايه بطولات اللي كانت ممكن تتاخد في اخر بس كانت سنة فتره كبيره بين الدوري والكاس برضو دي حاجه تزهق يعني مش عارف يعني مش هقدر اتكلم في الايه الموضوع ده الصراحه بس احنا بنتمرن كتير كتير قوي يعني احنا فعلا يعني احنا عندنا مشكله عندنا ايه مشكله يا اما ماتشات كتيره يا بطولات كتير انما 3 4 شهور ما بين الدوري والكاس طب انا هزهق يا جماعه ما هي دي الايه المشكله اللي في اللي هي دايما بتبقى معانا يعني احنا دايما بنقعد نتمرن كتير وفي الاخر بنلعب ماتشات قليله فالموضوع شويه انا يعني مش هكدب عليك طبعا احنا بنيجي في نص السيزون في ناس بتزهق في ناس بتبقى خلاص يعني تعبت بيست اوف 7 بيست اوف 3 يعني حاجه زي الام بي اي وزي الحاجات اللي بره بس خاصه عدد الفرق بتنافس قليله فطول الدوري نعمل بيست اوف 3 بس احنا بقى بنتغلب على ده ان احنا دايما بنحاول نجدد مع بعض يعني احنا دايما بنحاول نعمل بطولات مصغره بيننا كده في النادي زي ما يعني محمد قال لك واحمد برده احنا يعني ثلاث فرق اصلا في النادي يعني احنا 7 و7 و7 فاحنا دايما بنقعد نلعب كده سوا نلعب بطولات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها مع بعض ثلاث فرق مع بعض بالظبط واحنا يعني عندنا ميزه ان احنا يعني دي حاجه بوند بيننا يعني جامده ان احنا كلنا روحنا حلو هي دي اللي انا حاسسها ما شاء الله عليها كله بجد من اكتر الفرق اللي جت هزار وضحك وحابين بعض كلكم يعني من اول كابتن الفرقه لاصغر حد يعني ما فيش حد صغير بيدخل معانا في الفرقه ما يعني ما بيدخل معانا في يوم طب انت لو في الملعب من فرقه تانية حصل تاتش ما بين لعيب منا ولعيب مع فرقه تانية وبيحصل في الووتر بولو كتير على فكره كتير قوي خناقات الووتر بولو بعد الماتشات دي لا ما اقولكش طب انت ما اقولكش على اللي بيحصل كله عارف بيحصل ايه خلاص ضلم مفيش حد يقدر علينا الفرقه بتقدر محدش يقدر عليك لا محدش يقدر علينا تلاش معاك الناس هنا كلها زي الفل ما شاء الله اكبر عليكم بس خلينا برضو انا عايز ارجع لمازن برضو مازن انت يعني طبعا في الوقت اللي انت كنت فيه
تعرفت الموضوع وعملت العمليه منتهى الاحباط ان انت تفكر ترجع تاني؟ ازاي هرجع ازاي تاني وانا عامل عمليه؟ شعورك كان ايه وازاي رجعت خطوه بخطوه للميه تاني؟ بص هو حضرتك انا هحكي لك الموضوع من الاول. انا في الاول جالي الوجع في صدري في التمرين فانا قلت عادي. ولا شمال؟ شمال. فهو احنا لعبه طف وانا بتخبط كتير فقلت عادي مش مشكله. فقلت رايح اسبوع ده اللي هو الفتره اللي انا كنت اصلا بيقول عليها كنت تعبان فيها. فريحت اسبوع من التمرين ما رحتش اكشف. وانا عاده يعني بحاول ابعد عن اي حاجه هتبعدني عن التمرين ما بروح لهاش. فانا دايما عندي المشكله دي فما رحتش كشفت. رحت بعد الاسبوع ده رحت اتمرن جاي في التمرين مش قادر مع اقل مجهود بنهج جامد جدا. وانا المفروض احنا كان بقى لنا شهر ونص او شهرين بادئين الموسم فخلاص الى حد ما فت فالمفروض حاجه زي كده ما تعبنيش. فقلت انا اروح المستشفى. رحت خلاص التمرين يوميها رحت المستشفى دخلت قالوا لي انت عندك عملوا اشعه عليك. عملت اشعه وعملت سونار برضو عشان هي ناحيه الشمال فالقلب يتاكد ان القلب في مكانه. فكانت المشكله ما هي المشكله بقى ان الرئه حصل فيها ضمور ففي جزء الفرقع ده حصل فراغ والقلب بيبقى ساند على الرئه. فالرئه لما هي زي البالونه لما كشت القلب خايفين يتحرك. فانت لازم تتحجز في عنايه مركزه النهارده والدكتور الله يسلم حضرتك الدكتور هيجي الساعه 7 الصبح يعمل لك العمليه. فانا طبعا مش مصدق كل ده. انا راجل جاي سايق بعربيتي دخلت بنفسي فهروح واجي لكم. رحت في حته ثانيه خالص. فهو هنا ساعه لما اسامه جه بقى لاني بتخانق انا مش مقتنع. أنا تمام وهجي لكم الصبح. ايه انتوا بتهزروا بالظبط؟ خلاص الدوري كان هيبدا كمان 3 اسابيع اخش عمليه. لا حول ولا قوه الا بالله. فبعد ما اسامه بقى اقنعني اتحجزت في المستشفى عملت العمليه. كانت خياطه للرئه ولا كانت ايه؟ لا اول انا عملت عمليتين. اول عمليه كانت بيدخلوا زي انبوبه كده في الصدر عشان تشفط الهواء لما الرئه انفجرت بقى فيه هواء حاجب ان الرئه تتنفخ. في فرق بريشر عايزين بريشر يسحبوه عشان يسمحوا للرئه تتمدد تاني. بالظبط. فهو فضلت مركب الانبوبه دي اسبوع يعني. دي كانت الخطه العلاجيه الاولى. للاسف حالتي كانت اصعب من ان هي بس محتاجه انبوبه بس فلا كانت محتاجه جزء استئصال جزء من الرئه. فبعد اسبوع دخلت بقى عمليه تانية عشان يحافظوا على الجزء الباقي. استأصلت جزء من الرئه الشمال. وهو ما بتبقاش خياطه هو بيحقن دم عشان يتكتل فيقفل هو اضمن من الخيط. بالظبط. بعدين عملت العمليه. بعدين بقى قعدت في المستشفى بعد العمليتين دول حوالي 3 اسابيع بعمل برضو حاجه اسمها ساكشن شفط للهواء. ده كان من اصعب الحاجات يعني اللي عدتها. شفط من الهواء وانا مؤلمه. انا ببقى صاحي ويمكن هم حضروا مره من الوجع بس الحمد لله يعني مرحله وعدت. وقعدت يعني خدت فتره التعافي خدت حوالي 3 شهور. كان طبعا الدور الاول كله فاتني. كان التحدي بقى ان انا حاطه قدامي ان انا عايز الحق اكسب مع الناس دي. عايز الحق ابقى معاهم حتى لو بدور صغير. انا حتى كنت باجي التمرين في الاول ما بتمرنش طبعا الدكتور مانعني من اي مجهود. باجي معاهم اشجع فيهم عايز احس ان انا ليا دور لان هم في الاخر قبل يبقى فرقتي هم اخواتي. انا الناس دي بفرح لما بتكسب. اول يوم نزلت فيه المايه بعد العمليه شعورك كان ايه؟ ده كان انا بجد قعدت احمد ربنا عشان انا ما كنتش متخيل ان انا حتى يعني كنت بيضحك وبيهز راسه يعني جبنا بقى بسبوسه وعملنا قصه. لا ده كان يوم يعني كان اللي هو انا ما كنتش متخيل ان انا هبقى في المايه معاهم تاني. الله يسلم حضرتك ربنا يا رب ما يكتب عليكم اي حاجه وحشه. بس يا جماعه معلش عرضوا لنا الصوره. في صوره كده انا عايزها تتعرض وهنعلق عليها. ايوه الصوره دي فين بقى؟ دي بعد الكاس في كلوب 1 بعد الكاس اللي فات ده بعد النهائي. لان الاربعه دول يعني زي ما اسامه قال لك احنا بقى لنا حوالي 13 سنه مع بعض. اسمها او اف ام اكس حتى في الصوره كده. الصوره دول او اف ام اكس ربنا يستر بقى اللي هو انا عارفهم اللي هم العصابه يعني اللي هم لا بس لا احنا برضو دي كانت فين؟ في مدينه نصر؟ لا في كلوب 1 معادي. كلوب 1 ده اللي اتعمل عليه الفاينل الكاس صح كده؟ دي لسه من 3 ايام ما شاء الله. يعني حتى في الصور مع بعض ربنا يا رب يعني يجمعكم ما يفرقكم. انا اتخانق النهارده بالليل. لا انتوا دلوقتي احنا خارجين بعد الهوا بقى مع بعض كده تروحوا تتعشوا في حته وانا جاي معاكم. ماشي يلا لو انت جاي معايا يلا بينا. خلي بالك هم جايين لي بعد الهوا يعني. ماشي لا عندي دلوقتي عاملين عندي عشوة بس. عندي عشوة؟ لا بس والله ما عندي وقت. لو عليا كنت هاجي معاكم على طول. بعد كده بقى مع الدوري والكاس اللي جايين تقول لي بقى. ان شاء الله. ماشي ان شاء الله باذن الله. نورتوني وشرفتوني. اشكرك يا ماجد وربنا يا رب ما يكتب عليك اي حاجه وحشه. ربنا يخليك. وسلامنا لاسرتك اللي اتحملت طبعا الخض عليك وكل صحابك طبعا اللي اتحملوا الخض معاك. قال الحمد لله على سلامتك والف مبروك. ربنا يخليك. بشكرك يا فؤاد نورتني وشرفتني حبيبي يا كابتن هيثم ودايما منور ودايما بوزيتيف انرجي كده في الاستوديو كله معاك. ربنا يخليك يا رب. وبشكرك وبشكر يعني كل المشاهدين
وان شاء الله معاك كمان في السنه الجايه باذن الله تاني. ان شاء الله باذن الله هنيجي تاني السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا بشكرك اسامه نورتني وشرفتني ودايما كده مبتسم وربنا رب دايما يجمعكم. الف من مبروك. شكرا يا كوتش. شكرا جدا لحضرتك. ضيف الجديد بقى خلاص انت بعد كده هتبقى زبون عندي طبعا. على طول هنا بقى. على طول بقى احمد شريف. يعني واخد بالك ازاي وخد راحتك واللي خلع كتفك ما تسيبوش. لا اشوفه بره. ربنا يخلي حضرتك. والف مليون مبروك. ربنا يخلي حضرتك. اعزائي المشاهدين مكملين زي ما انتم شايفين فرقه الحمد لله يعني روح تلاقي فنيات تلاقي فرقه زي دي بصراحه يعني باذنك يا رب معاه مدير فني كمان طبعا كابتن وليد عزت احسن مدير فني السنه دي في مصر. يعني فرقة متكاملة صعب إن شاء الله حد يزحهم من العرش الوتر بول سنين قادمة مع دعم مجلس إدارة. انتظروني بعد الفاصل ومجموعة جديدة من الجهاز الفني واللاعبين ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد ومكملين لقائنا واحتفالنا كمان الاثنين. احنا النهاردة بنتعرف على المجهود اللي بذل وكمان بنحتفل بأبطال الوتر بولو أبطال الدوري والكأس وبطولة طبعا بطولة شاطئية لكرة الماء وإنجاز كبير النهاردة بيتضاف لألعاب الجماعية جوه النادي الأهلي. في البداية طبعا برحب بضيوفي كابتن أحمد الحفناوي المعد النفسي أو أخصائي الإعداد النفسي وده كان له دور كبير جدا زي ما قلت لحضراتكم في الفقرة الأولى. كابتن أحمد منورني يا كابتن. أهلا وسهلا. ده لقائنا الثاني وعايزين نتكلم بقى النهاردة أكتر عن إعداد هذا الفريق إنه إزاي يعني يبقى يحافظ على التتويج كبير لأن الموضوع ده نفسي كبير جدا. لينا النهارده كلام كتير مع بعض يا كابتن. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن الفريق والحقيقه ليه دور كبير في لم الفرقه مش بس كده والمستوى الفني وكان ليه دور كبير في حسم مباريات مهمه والحقيقه دايما بيحظى بثقه المدير الفني لان الحقيقه يستحق ده ودايما من الكباتن الفرقه القليلين اللي يقدر يفهم المدير الفني والجهاز الفني عايز ايه. هو اخ كبير لكل اللاعبين. برحب طبعا بمحمد عبد الستار كابتن الفريق. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن. الحقيقه ده جزء من يعني من كل انت طبعا مقامك كبير جدا جدا وليك شرف ليا والله كبير لها حبيبي. ده شرف لينا ان انت موجود معنا النهارده في الاستوديو. شرف لي انا وحضرتك. الحقيقه دايما بيكون الجهه الناحيه الاداريه من اسباب اي نجاح في اي منظومه ناجحه في الرياضه مش بس النجاح الفني طبعا ليه دور كبير النجاح الطبي البدني ولكن النجاح الاداري ليه دور كبير خاصه لما يبقى المدير الاداري هو صاحب كل الفرقه هو ليه كمان حتى راي فني يعني متداخل في كل شيء. برحب طبعا بالمدير الاداري كابتن سيف الدين ممدوح. اهلا بيك يا كابتن سيف. اهلا اهلا كابتن. منورنا ودايما يعني اقول ايه دايما احد اسباب النجاح مش بس لمنظومه الوتر بولو بل للسباحه كلها في النادي الاهلي. شكرا. منورنا يا كابتن. مرحب طبعا باحد يعني مش هقول الشباب بقى الصغيرين خلاص بقى عدى مرحله الشباب بقى دلوقتي طبعا احد اعمده الفريق وبيمثل طبعا الجيل اللي طالع بقوه لهذا الفريق واللي بيشارك بصفه دايما زياد والعزه. اهلا بيك يا زياد. اهلا وسهلا. منورنا والف حبيبي. كابتن سيف اجي لحضرتك في البدايه يعني النجاح السنه دي كان نجاح مهم جدا مش بس اللاعبين وليكوا كجهاز طبعا ان انتوا النهارده عايز تاكد جدارتك في الوتر بولو في وقت احنا 20 سنه خدنا 3 بطولات فكان صعب قوي النادي الاهلي يكون في المكانه دي. كلمني عن الحلم بدا منين. انت حضرتك موجود من بدايه الحلم من 3 4 سنين بدا منين وازاي خدتوا الطريق ده وازاي بداتوه. احنا الاول بدانا من يعني 4 سنين كان التوجه ان احنا خلاص هنعمل احلال وتجديد هنعمل فرقه جديده للنادي تقدر تحقق الطموحات بتاعه النادي. فاحنا كانت متقسمه ثلاث مجموعات يعني احنا قلنا هنعتمد هيبقى في انتدابات من بره النادي تمام وقطاع الناشئين في الفتره دي افرز 3 اجيال ورا بعض اقوياء جدا من 2001 لحد 2004 زائد ان احنا هنبقي على عناصر الخبره اللي موجوده في الفريق القديم اللي هي تستحق تكون موجوده. ده بالنسبه للاعب. بالنسبه للمراكز احنا كان عندنا يعني نقص في بعض المراكز كان تحدي جدا بالذات تحديدا يعني مركز حارس المرمى كان عندنا يعني مش مشكله كبيره بس كان عندنا يعني كنا محتاجين حارس مرمى قوي. طب عملنا ايه في المشكله دي يا كابتن؟ احنا ساعتها ده كان بقى جزء اللي هو الانتدابات اللي من بره النادي. احنا في الثلاث سنين دول دخل على الفرقه 6 لعيبه. 6 لعيبه؟ 3 لعيبه. في الثلاث سنين. بس ده رقم مش كبير قوي بس جبت اللي يعمل معاك الفرق. جبت بالظبط. يعني احنا حتى يعني كانوا منافسين من منافسين مباشرين لينا. يعني احنا عندنا 2 لعيبه من هليوبلس ولعيب من نادي الجزيره وثلاثه من نادي الزمالك. ثلاثة من نادي الزمالك. جول كيبر مروان محمد وعبد الرحمن فوزي كان قاعد هنا ومهند الاشقر جه السنه دي كان معانا في رمضان مهند الاشقر بالظبط ولد هايل بالظبط. اختياراتنا فنيه بس ولا كمان شخصيه اللاعب تناسب النادي الاهلي؟ النهارده مش اي لعيب يقدر يشتغل في النادي الاهلي. النادي الاهلي سيستم ومنظومه بالظبط. احنا في الثلاث سنين دول كان عندنا كرايتيريا للعيب اللي هيخش جوه الفرقه دي.
سواء بقى من عناصر الخبره او من قطاع الناشئين او من بره النادي. منها طبعا الانضباط وازاي يخش جوه الفريق ويكون يعني يخش يشتغل على طول زي ما بنقول. هو بصراحه كل اللعيبه اللي جت من بره سواء او اللعيبه اللي احنا كنا متابعينها في قطاع الناشئين او عناصر الخبره اللي فضلت كلهم بصراحه حققوا طموح النادي يعني الفتره دي. يعني احنا في فتره جني مش صحيح. بالظبط. طب كابتن استمرارك في النجاح محتاج ان انت تبقى دايناميك طبعا، يعني مش بس ان انت وصلت بقى للقمه فانا لا ده على طول يعني ببقى معلش اللقطات دي برضو كانت من من انهي ماتش برضو ده كان ماتشنا مع الزمالك تقريبا مع ماتش الزمالك ده كان في انهي حمام؟ ده في نادي هليوبس تمام. انا بس عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين احنا الكبات الزرقاء ولا احنا الابيض تمام. كابتن قول لي يعني احنا النهارده ايه المطالب مني عشان افضل على القمه؟ انت ايه المطالب منكم كجهاز بقى النهارده؟ هو احنا شايفين ان احنا الحمد لله الفرقه دي اهم ما يميزها ان هي مش طايره في الهواء، هي ماشيه على الارض. احنا يعني عارفين كويس قوي ان احنا كسبنا السنه اللي فاتت وكسبنا السنه دي الحمد لله، بس احنا يعني عايزين نستمر في ده. وفي نفس الوقت المنافسه مش سهله، احنا عندنا انديه عريقه جدا في اللعبه دي وبتقوي نفسها وهيبقى اكيد في رد فعل للي بيحصل السنتين دول. واحنا عارفين ان هيبقى كل سنه هتبقى اصعب من اللي قبلها. عيني عليك يا كابتن. فعشان كده احنا ان شاء الله يعني مش هنوقف انتدابات برده من بره، واحنا عينينا دايما على قطاع الناشئين في النادي. الثلاث محاور اللي حضرتك قلتهم الخبره تفضل بالظبط، انتدابات من بره اللي تعمل الفرق معايا بالظبط. الحاجه الثانيه العناصر الخبره أيوة. باستمرار الابقاء عليه عندنا محمد علاء عبد الستار كابتن الفرقه لحد اخر ماتش، هو مؤثر جدا جوه فنيا، يعني هو مش بس راجل يعني مش كابتن فرقه مباراه كابتن فرقه بيشارك. هو خلصها في ايه جون حطيته السنه دي في الدوري؟ كانت قلت لي اخر ثانيه او حاجه زي كده كانوا اتكلمنا صح يعني بقى بالظبط. انا كمان غير الماتش ايه يا محمد؟ جزيرة اول جول واخر جول في الدوري اللي فات هو اللي جاب، فاذا هو وجوده حاجز مكانه بدراعه فنيا. وبعدين كمان في واحد بقى احنا لازم نقدره يعني برده من عناصر الخبره، هو حاليا يعني بحكم الشغل يعني موجود في دبي، بس احنا بنبعت له البروجرام كل سنه، بيشتغل مع الفرقه تقريبا بارلل بس مش في مصر. ممتاز. وبيجي قبل البطوله. مين يا كابتن؟ انا هقول لك بيجي قبل البطوله باسبوع متمرن زي الفرقه. الله اكبر. خلاص وبياخد الجزء التكتيكي في الاسبوع ده ويخش معانا وبيتحمل مصاريف قدومه من الالف للياء. خالد ماهر الله اكبر ابن النادي الاهلي، ابن قطاع الناشئين من النادي الاهلي، وهو من الناس شغله بقى له سنتين قبل يعني قبل كل بطوله موجود، هو بيقول انا موجود انتوا هتستخدموني انا موجود. بس ده فكر حلو منكم كجهاز ان انت تستعين بكل ادواتك. انا اللي اقدر استخدمه في حاجه كويسه استخدمه. الله ينور عليك يا كابتن، والحقيقه انا كده مطمن يعني صوت الجهاز الفني صوت عقل صوت هو عارف هو عايز يروح فين. بس خليني بقى اجي لك كابتن حفناوي، يمكن الاعداد النفسي للفريق كان فيه مشكله، يمكن كابتن سيف كان بنتكلم في الموضوع ده اخر مره التقينا، ان فرقه بتخسر وفرقه بتيجي بتوصل فاينل وتخسر. النهارده انا عايز اعالج ده نفسيا، ما اخليهم يصدقوا انه يقدروا يكسبوا. عملت ايه يا كابتن؟ احنا اشتغلنا على حاجات كتير قوي، حتى جيرني خدناها انا وسيف والجهاز المعاون كابتن وليد وكابتن وائل، لكن اكتر حاجتين اشتغلنا عليها هو كيفيه التركيز على الاداء مش على النتيجه. الاداء مش على النتيجه تمام، لان لو انا ركزت في الاداء النتيجه هتيجي. بالظبط صح، هو دايما النتيجه بتبقى هي النتيجه، يعني النتيجه اللي انت بتاخدها السكور هي نتيجه الاداء الكويس جوه الملعب. نعم. ودي كانت حته كانت محتاجه تظبيط زي ما بيقولوا كده مايند سيت، ان انا ابقى نازل الملعب فاهم انا بلعب على ايه، انا ماليش دعوه بالارقام اللي بتتحرك، انا ليا دعوه بالتكتيك والاداء بتاعي، فبركز على البروسيس مش على النتيجه. برافو. الحاجه الثانيه اللي احنا عملناها كويس قوي الحقيقه السنه اللي فاتت، احنا اشتغلنا ان احنا نحاكي محاكاه الكريتيكال مومنتس اللي هي الاوقات الحرجه. فين بقى؟ في التمرين؟ في التمرين. برافو. احنا كان دايما عندنا الفرقه لما كان تبقى مثلا كسبه فرق واحد فرق اثنين فرق ثلاثه، اول ما يجي عليها كومباك وتبتدي فرقه هيوكس او الجزيره تكسب بيحصل دروب، بنسلم. ودي كان من اكتر الحاجات اللي اشتغلنا عليها عشان نعمل محاكاه للسيتويشن ونخلي الفرقه تتعود ان يبقى عندها ثبات نفسي لما ده يحصل. بس خلينا اقول لك كابتن، التمرين مش زي الملعب عمره، يعني ازاي تقدر تعيش برضو اللعيب انه فعلا ده ماتش
دي كانت عايزه تعاون من اللعيبه برضه. كان عايزه اولا اللعيبه بتبقى عارفه، حسن طبعا فاهم، اللعيبه لازم تبقى فاهمه احنا بنعمل ايه بالظبط. تمام. الحاجه الثانيه اللي بنعملها ان احنا بنعلي البار على اللعيبه. احنا بنغلس عليهم في التحكيم بره. حلو. فبيبقى محطوط تحت البريشر، بنحاول على قد ما نقدر يبقى محطوط تحت البريشر اللي هيقابله في المباراه. بنوصل اللعيبه انها الاوبوننتس لما يلعبوا مع بعض هم زمايل بره الميه، بس جوه الميه اعتبر ان انت بتلعب معاه، ده الاوبوننت بتاعك، ده المنافس بتاعك، ابتدي اشتغل معاه على هذا الاساس. تمام. الحاجه الثالثه اللي فرقت معانا جدا ان هي احنا اتنقلنا من المنطقه اللي هي الانا لاحنا. احنا الجماعيه، احنا جماعيه، احنا فرقه بنتعاون مع بعض، مفيش حاجه اسمها انا. انا بكتب وراك. انا بكتب وراك. دول على فكره اكتر ثلاث محاور. طبعا احنا عندنا محاور كتير اشتغلنا عليها، لكن اكتر ثلاث محاور كانوا بالنسبه لنا مايل ستونز هم الثلاث حاجات دول. انت بتلعب على البروسيس والبرفورمانس مش على النتيجه، والسيميوليشن للكريتيكال مومنتس. تمام. حضرتك بتتغاضى عن الانا وتلعب جوه التيم ان انتوا كلكم موتور واحد، احنا مكنه واحده مع بعض. دول انا شايف، لا الله ينور عليك، دول بامانه كابتن سيف كابتن حفناوي، دول يحطوا اي فريق على الطريق الصح. الحمد لله. الله ينور عليك يا كابتن. يعني انت، انا بكتب على فكره وراك والله العظيم، انا بتعلم منك يعني، مش بامانه. الله يكرمك. النهارده انت، انا اقدر اقول لابني وبناتي والولاد اللي بقابلهم ان انت عايز تتغلب على الروح الانهزاميه اللي بتقابلك، ركز في الثلاثه دول. طبعا التعدل لقيت المرحله دي واولهم واخرهم، ودي حته مهمه جدا. انت احيانا لما بتكون بتفهم انك بقى عندك ادوات اكتر من الناس الثانيه، محتاج قوي انك تتوكل اكتر مع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى عندك يقين انك بتاخد بالاسباب ان ربنا هيوفقك. اشكرك يا كابتن، كلام 100% محترم. شكرا. كابتن محمد، انت اكيد ليك دور كبير في ده ككابتن فريق، لان انا مش هقدر اعمل كده كجهاز الا ما يبقى كابتن الفريق اللي بيمثل اللعيبه معايا وفاهم انا بعمل ايه. انت شك نفسي، شك مهاري بدني، شك مهاري، شك بدني، تكتيكي في الملعب، كل ده ليك دور. التنسيق بينك وبين الجهاز الفني بيحصل ايه؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، حته ان انت تبقى كابتن فرقه في النادي الاهلي دي حاجه تقيله جدا، لان يعني انت على طول مطالب ان انت تكسب، على طول مطالب ان انت تحقق بطولات. صحيح. فطبعا انا كان في تعامل ما بيني وما بين الجهاز الفني كتير جدا، في زي ما تقول كده حلقه الوصل ما بين القرارات اللي هتطلع من الجهاز الفني فوق والفرقه او اللعيبه تحت، وفي نفس الوقت بتوصل صوت اللعيبه او بتوصل صوت الظروف اللعيبه للجهاز الفني. صحيح. بحيث ان تبقى المنظومه كلها ده فاهم ده وده فاهم ده بالظبط. فدي يعني حاجه تقيله جدا ان هي حابب الدور ده، حبه يعني. اصل خلي بالك في كباتن فرقه، انا كنت واحد منهم على فكره، كنتش حابب اعمل كده بامانه. انا جيت عليا في المنتخب قالوا انت كابتن الفرقه، قلت لهم لا انا مش عايز، انا بتكلم بس مش عيب. قلت لهم يا جماعه انا اركز في نفسي. انت حابب الدور ده؟ انا فخور بالدور ده، مش حابب. ما شاء الله. انا فخور لان انا يعني الحمد لله الفرقه يعني السكواد الموجود، يعني انا مش اخوهم الكبير، انا اخوهم الصغير، يعني انا بتعامل معاهم ان احنا كلنا نفس السن. فالناس ديت بجد انا اتربيت معاها، وبجد انا يعني بعز كل واحد فيهم معزه يعني فوق الوصف. شفتك حتى في افطار رمضان انت اللي عمال تشيل وتحط وتجيب وتقعد وبتاع، يعني حسيتك يعني حاسس بالمسؤوليه. ايوه طبعا، مسؤوليه كبيره طبعا، مسؤوليه كبيره في الوقت اللي انت فنيا كمان. زي ما قال كابتن سيف النهارده ليك دور كبير في الملعب، مش بس كابتن فريق او رمز، لا ده انت النهارده بتشارك في اوقات مهمه جدا في ارض الملعب. ما ينفعش دي تخليك تنسى دي. صحيح. انت الفرقه محتاجاك، ومحتاجه ان انت تبقى موجود، محتاجه ان تبقى موجود بروحك، ومحتاجه ان انت تبقى موجود فيزيكال او بادائك، فالاثنين مهمين. تعرف انتوا محظوظين بامانه مع بعض، المجموعه دي بامانه مجموعه محظوظه. الله اكبر، يا رب يحفظكم. انت خدتوا عين فعلا بالاصابات دي، خدتوا عين طبعا. اسمعني ليه، لان صدقني ده مدعى للحسد. وكمان اروح لزياد، يعني لعيبه من اللعيبه الصغيره، لعيب احتضنتوه وفرض نفسه وفرض ادائه. زياد السنه دي بالنسبه لك غير السنه اللي فاتت، انت على مستواك الشخصي حاسس ان انت البروجريس اللي كان بيقول عليه كابتن حفناوي، انت واحد من الناس طورت نفسك في الاداء، عملت زودت نفسك ازاي السنه دي؟ انا اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه لي ما ابتدتش من السنه دي، ابتدت من السنه اللي فاتت. نعم. من ساعه ما كسبنا الدوري. زي ما جيت لحضرتك قلت قبل كده من فتره، من سنه تقريبا، قلنا الموضوع ده بادي بقاله كام، قلت ساعتها بقالنا 9 شهور نفس البروسيس هي مكمله، واحنا دلوقتي مش بنسعى. احنا في الاول كنا بنسعى ان احنا ناخد الدوري، دلوقتي ان شاء الله ان احنا نحافظ على الدوري.
ودي اصعب من ان احنا ناخد الدوري اول مره ما شاء الله. ان انت تحافظ على البوزيشن اللي انت فيه. فهي نفس الكره بالظبط اللي عملناها السنه اللي فاتت هي بالظبط عملناها السنه دي. طب مطالب ايه ان انا احافظ على الدوري؟ ممكن نظرك كلاعب بقى صغير في الفرقه، مش صغير بقى خلاص انت ده انت يعني خلاص حطيت رجلك، بس انت شايف عشان انا احافظ على الدوري بقى 4-5-6 سنين اللي بنسمعه بقى في الطايره واليد، مطالب مننا نعمل ايه زياده؟ كونسيستنسي، المواظبه على الشيء. يعني دايما انا عندي هدف، او اي حد مش انا بس يعني الشخص يبقى عنده هدف والهدف ده حاطه قدامه، واي حاجه هتيجي تطعيك الهدف ده هتدوس عليها مش شايفه اصلا. هي دي اللي تخلي الواحد في اي حاجه في الدنيا، مش شرط كره الميه بس، مش شرط عشان ناخد الدوري، اي حاجه تحط هدف قدامك وتبقى مواظب عليه. ببص لك وبضحك يا كابتن حسناوي، انت بص يعني الله اكبر عليك. الحمد لله. طب قول لي انا عايز اقول لك يا زياد، انت كنت عايز تقول لي حاجه على النهارده تدشين الاستاد. ده في النهارده استاد اللي بيعملوه في الشيخ زايد النادي الاهلي بقياده كابتن خطيب طبعا، حطوا حجر الاساس او وضعوا حجر الاساس النهارده، فانا كنت يعني كنت فاكر حضرتك تسالنا طبعا عن الموضوع ده، فجهزت له بقى. قول لي يلا عايز اسمعك. لا ما يعني الاستاد عرفت ان هو هيتعمل النهارده، ابتدى حجر الاساس وهيكمل وان شاء الله هيخلص بناؤه في سنتين، وهيستعيب او هياخد هيستوعب انا اسف هيستوعب 60,000 شخص مشجع، ودي اول مره تحصل من بعد مختار التتش اللي عندنا في الاهلي. كان ده حلمنا طبعا من زمان قوي عندنا استاد. حلمك وانت صغير في السن ده؟ طبعا يعني انا بحب اروح الاستاد، بس مش بختلط بيه كتير عشان ظروف حياتي، غير ماتشاتي، ظروف حياتي، الدراسه والرياضه مش بتسمح لي ان انا ابقى موضوع الاستاد وعايز اروح الماتشات ده متواجد فيه، بس انا طبعا بحب الحاجات دي. انا عايز اقول لك انا سعيد قوي بكلامك، سعيد ان الجيل الصغير عايش نفس الحلم بتاع الجيل الوسط اللي زيي والجيل الاكبر مني. النهارده انت يعني هدف والحلم بتاعنا كلنا كهلاويه حاجه واحده. خلينا نشكركم طبعا على الفقره الجميله دي، لان طبعا احنا احتفالنا التقليدي هنخلص طبعا وهنتجمع كلنا حوالين التورته ونقطعها، لان انتوا تستحقوا احتفال اكبر من كده واحسن من كده، لان انتوا فعلا ابطال. زياده انا بشكرك، نورتين وشرفتني، واتمنى ليك كل التوفيق. كابتن سيف طبعا نورتين وشرفتني، واشكرك على التحليل الجميل اللي انت النهارده حللته لنا. كابتن حفناوي استفدت منك النهارده، شكرا لك كابتن، اتعلمت منك وبشكرك ونورتني. عبد الستار طبعا كابتن الفريق برضو انا اتعلمت منك وتعلمت عن ايه كابتن فريق، اتمنى ليك كل التوفيق. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل، ونفس التقليد اللي احنا بنعمله كل مره مع الابطال، ابطال نادي الاهلي نحتفل بيهم، هنا المكان اللي لازم يكرمهم ولازم يحتفل بيهم. ترابيزه الابطال هي دي ترابيزتهم، هو ده جزء من النادي الاهلي. نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نقف كلنا ونتلم ونحتفل بالانجاز الكبير ده، وكاس لكره الماء في النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. ثلاثة يعني ثلاث بطولات هذا الموسم في يعني دولاب بطولات النادي الاهلي، دوري وكاس والبطولة الشاطئية. بشكر طبعا رجال كرة الماء في النادي الاهلي، وربنا يا رب يكتر افراحنا. بس الحقيقة عمر، انت يا عمر قول لي بقى، عشان انت اتقطعت في الهواء. انا عايز اشكر والدتي، اشكر اخويا، واشكر خطيبتي، يعني واتك على خطيبتك كمان كويس. خطيبتي ايوه الله ينور عليك. طب كنت عايز برضه تقول بص يا ايوه ليه بقى والدك، انت قلت لي ايوه هو اللي خلاني مجنون اهلي من الصغر خالص، هو ما شاء الله بياخدني الاستاد وكل حاجه. حلو من الصغر يعني، حلو من الصغر بقى. تمام تحيه من هنا لحاج فؤاد، اشكرك شكر ايه جزيل. انا فكت اسمك والاهلي فكت اسمك كابتن سيب بقى ختامها مسك. لا انا عايز انت بقى اللي تدينا كلمه في الاخر. عايز بالظبط الناس دي والفرقه، رايت الفرقه اللي مش موجوده بره الووتر بول، وكلهم عندهم تحديات رهيبه كانت السنه دي. احنا بدانا الموسم كان صعب جدا باللي حصل، وكل عندنا بقى اللي بيتجوز ولا بيمتحن ولا بيشتغل، وكل ده بيعمل ثلاث حاجات مع بعض، كيف واتخلع وحادثه عربيه في العالمين، ثم كلهم كانوا رجاله وقد المسؤوليه بصراحه، فبنشكرهم كل الشكر ليهم. حد عايز يقول حاجه؟ انا بشكرك وبشكر كل الفرقه، وبشكر الجهاز الفني، وبشكر امي وابويا ومراتي طبعا. ايوه عزمنا في رمضان ده، ان احنا يعني كل سنه نكون معاك. يلا مبروك يا شباب، يلا عمر هات هات التورته، يلا انت بقى هتقطع. كابتن سيف تعالوا كلنا اجي واحد، ومازن يلا كلنا مع بعض، كلنا كابتن سيف حط ايدك معانا كلنا، يلا انتوا الابطال. الف مليون مبروك الفوز والمكسب، حاجه جميله، ويا رب يكتر يعني بصراحه بطولاتنا
والواحد انا مش عايز اقول لكم انا سعادتي قد ايه الضغط العصبي اللي بشوفه في الماتشات والتشجيع والاستوديو ده كله بيبقى قاعد بيشجع كل فرقنا. دي احلى لحظه لينا بتبقى موجوده لما بحتفل مع ابطالنا ونجومنا. بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني شرفتوني ابطال النادي الاهلي وابطال مصر في ووتر بولو. بشكر اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وان شاء الله تكريمات كتيره جايه انتظرونا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه.